نفسه ونجليه العنان في المال العام يختلفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار، فحق عليهم العقاب امتثالا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. صدق الله العظيم. وحيث ان ما اسند الى المتهمين وهو محيي الدين عبد الحكيم فاروق وعمر محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور احمد منصور ونبدا احمد حسن من اتهامات، فان الامر الضمني بان لا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه الصادر من النيابه العامه بتاريخ 27/6/2013 هو ما حجب المحكمه وغل يدها عن انزال العقاب بالمتهمين الاربعه سالفي الذكر. فلهذه الاسباب حكمت المحكمه حضوريا اولا بمؤاخذة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. ثالثا إثبات ترك المدعي بالحق المدني عن شركة المقاولون العرب عن دعواه المدنية وإلزامه بمصروفات التاب. رابعا 2011 الإخبار 6 إبريل